الطبخ بالنسبة للبعض متعة، وبالنسبة للآخرين وسيلة للاسترخاء بعد يوم حافل في العمل، وبالنسبة للبعض مجرد وسيلة لتحقيق غاية. مهما كانت مشاعرك اتجاه الطبخ، فمن الحلو نشوف أصدقائنا وعائلتنا يستمتعون بطبخنا. أنا وردة عتيق، خلكم ويانا. كثير منا ينولدون وسط عائلات تفرض عليهم اتجاههم المهني، يعني انت تكون طيار، انت تكون طبيب، انت تكون مهندس، وهل مجرى. وبحكم التعود الانسان مطيع، فيمشي مع اللي تشوفه الاسره. بعد فتره يصير هذا الكومفورت زون مثل احنا ما نقول، يعني مجال الراحه عنده، خلاص تعودت عليه، اروح شغلي وهذا دراستي وهذا تخصصي وخلاص، انا الحين طيار، انا الحين مهندس، انا الحين، وهذا ماي كومفورت زون، مجال الراحه اللي عندي. ولكن في داخله في اعماقه هو ما يحس ان دي الشيء هو رغباته، رغباته الداخلية الدفينة ما تتحقق في دي الشيء. فشنو لازم يسوي؟ لازم يطلع من الكومفورت زون، لازم يبتعد عن مجال الراحة اللي هو تعود عليه. للأسف الشديد كثر ما عندنا مجتمع يعني supporting you، يعني يوقف وياك ويساندك ويدفعك إلى الأمام، كثر ما في ناس ببساطة تسحبك إلى القاع، يعني كأنها تقول لك لا إحنا خايفين عليك لو تحاول تدخل في هالمجال، لا ترى هذه المجال وايد في صعوبة، لا هاي المجال ترى ما بيناسب شخصيتك. ما حد ممكن يحكم إلا أنت، أنت اللي تقدر تعرف شنو أنت تحب، شنو أنت يناسبك، شنو يناسب شخصيتك. والله الأسرار في الحياة كثيرة، الأسرار كثيرة، ولكن يعني شيء يمكن يكون غريب علي كشخصية، يعني إن في فترة من فترات حياتي أنا كنت يعني ستايلست. الستايلست شنو هو؟ يعني هو الشخص اللي يعلم الأفراد الآخرين اللي راغبين في اللبس، يحسنون لبسهم، يحسنون الميك اب، يحسنون يعني تسريحات الشعر ولا الشكل العام، يعني هو يكون مساعد لهم ان هم يغيرون الشكل العام الخاص فيهم. فانا كنت في فتره من فتراتي ستايلست. مرحبا شيف، حياك الله، نورتينا يا صاحبه الابتسامه والضحكه الجميله. يا اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا يا صاحبه الضحكه الجميل. الابتسامه الحلوه اللي اليوم بنعكسها على طبقنا اليوم. حبيبتي حبيبتي، انا سمعت ان انت تحبين السوشي. وايد وايد، علشان كذي اليوم بسوي سوشي، بس اللي بغير فيه شويه. يا سلام، انت عندك طرقك تكنيكات معينه بتسوي لنا اليوم؟ راح اسوي لكم السوشي المطبوخ. أيه. لأن كثير من الناس ما يحبون السوشي على أساس أنه يخلطون بينه وبين السافيتشي اللي هو الني. الني. أيه. فإحنا اليوم راح نسوي سوشي مطبوخ. أحلى من كذي ما حلو حلو. أنا طبعاً شيف أنيسة، المطبخ بالنسبة لي هو الحب. شنو بالنسبة لك المطبخ؟ أنا المطبخ عندي هو الحياة. أيه. لأن بالمطبخ العائلة والأسرة والحب كله مع بعض، كله يتجمعون في مكان واحد. كلهم يتجمعون في مكان حلو. واحد. شنو مقادير طبختنا اليوم؟ مقادير طبختنا اليوم راح تكون طبخة جدا مغذية ولذيذة، وسعراتها الحرارية منخفضة وجدا جدا جدا مفيدة للصحة.
زين راح يكون عندنا سلمان، راح يكون عندنا نوري، راح يكون عندنا رز ابيض مطبوخ اللي هو الجابونيكا اللي هو الرز الخاص بالاسيوي بالسوشي، وان شاء الله راح نسويه باسهل الطرق. هني انا عندي كميه من الرز اللي اوريدي طبخته، اوكي. كل اللي راح نسويه قطعت النوري، وشوف انت بعد شاطره ما شاء الله، بس بعد ما السالفه ما في مشكله ان احنا نتعلم بعد اشياء. اي راح اغمس يدي في الماي عشان يسهل علي عمليه ان اخذ كميه من الرز، اوكي هيك يعني، وابدا اسويها بهي الطريقه عشان ما يتلصق. هو غالبا حط يدنا في المي بس عشان ما يتلصق. وراح احط عليه كميه من السالمون. اليوم بنستخدم اللي هو السالمون. السالمون انا اليوم حطيت عليه الفلفل، القطع الفلفل الاحمر، وحطيت عليه الحار وشويه ليمون وخل، اوكي، وصويا صوص، لانه ما بيصير نسوي يعني سوشي من غير الصويا صوص. فتقدرين تسوين جدا. اي والله خلينا نجرب. فعلا شيء سهل وبسيط عندك. هذه اللي هو القهوة الصينية، يعني مو نفس اللي هو السوشي اللي عادة يسوونه على خشب ويسوونه رول وبعدين يقطعونه، فهاي فعلا وايد سهل وسريع. اي سهل، احنا نحب هاي الاطباق السهله والسريعه اهم شيء. اطباق سهله يعني ساعات في ناس لان مثلا فيها لف وكذي شويه يعني يحاسبون منها او يعني ما يحبون انه يسوونها، بس هذه كذي ستريت فورورد طريقه شو اسمه. وطبعا هني شوي حطيتي زيت اي على اساس بس انه ما يلصق عشان ورقه النوري. مو ضروري يعني بس يعني انا قلت انكيس يعني شويه ماء ظهر شويه رز. ايوه قفشه صغيره، قفشه صغيره رز. ايوه ونحط عليها اللي هو هذا السالمون المبحر. ايوه اللي في صويا وفي ليمون وفي ملح. حط هاللون. شيف أنيس، شنو اللي حاولت تغيرينه في طبخك الفترة الأخيرة؟ طبعا أنا أشوفك الحين تحولتي للنظام الصحي اللي هو الطبخات الصحية. أستاذة وردة، يعني للأسف الشديد عندنا في مجتمعنا البحريني أو المجتمع الخليجي بشكل عام صايرة الناس يعني تدخل على أنواع من المأكولات بالفعل مضرة للجسم بالفعل. يعني مثلا تشوفين مثلا ينزلون لك حلاوة، تشوفين الحلاوة تخافين وانت بس تطالعينها، يعني يحطون لك أشباح الأجبان مو بجبن، ويحطون عليه أنواع من الحلويات قوية جدا اللي كلها يعني سكر محروق وسكر عادي وسكر ابيض، ويضيفون عليه غير عن ذلك يضيفون عليه اللي هو الكريمة الطبخ. يعني شوف الصينية هالقد هالكثر كريمة الطبخ. كريمة الطبخ لو احنا نحطها في علبة ونرجها كلها كامل تتحول الى زبدة. زبدة يعني احنا حطينا ايش كثر مادة دهنية في هذه الصينية. يعني المكونات كبيرة جدا، يعني جدا يعني, يعني ما عندهم توعية يمكن على هالنوع. ابدا ابدا شيء يعني الواحد لما يطالعه يحس انه متعب، انه حتى بس انه تشوفينه متعب فعلاً. يعني افضل انه لو انا يعني اوعي الناس شوي، اذا انا هاي يعني مثل احنا ما نقول يعني مسؤولية اجتماعية عندنا على هذا الشيء. فعلا، وانت من كذي موجودة اليوم تعطينا بعض المعلومات الصحية. وعلى هالطاري ايش قد كسبتي لما انت تحولتي في طبختك للنظام الصحي؟ انا اللي صدق حسيته يعني الواحد يحس نفسه خفيف، يحس الواحد عنده طاقة اكثر من المعتاد، يحس انه هو مستعد انه يعني يقوم يبدي يومه بنشاط اكبر. فيعني اتمنى ان هذا الشيء نفسه يكون للناس الاخرين، يعني فعلاً. ليش لا يعني فعلا. ايه بالضبط. ويقولون شف بعض الناس ان الاكل الصحي مو بحلو، ايش تردين عليهم؟ والله للامانه ما في اجمل من الاكل الصحي. وبالعكس انا دائما يعني كنت اتكلم حتى عن الاكل الصحي، تقدرون تستبدلونه باشياء يعني صحيه ولكن بعد في نفس الوقت تكون لذيذه. يعني بالضبط، مو شرط مثلا الديايه تكون بدون زيت بدون لا، في اشياء تقدرون تضيفون عليها
حلوة دائما أي. في بدائل صحية صح. لذيذة دائما أي. يعني بس الشخص إذا يبي مثلا بالضبط أيوة. لا يعني ما يصير ترى احنا نولد العادات الصحيه في نفسنا شلون مثلا يقول لك الواحد خلال 21 يوم من مثلا خلينا نقول انت ما تحبين سوشي ورغم ان تحبينه وايد احبه بس خلال 21 يوم لما تبدأين تاكلين سوشي بعدين راح تحبينه تعرفين فاحنا نعود نفسنا تعويده وعلى التعويده فعلا بالضبط فهذه الحين راح نحطها 20 دقيقة على درجة حرارة 200 اوكي من دقيقة. فوق بس ولا فوق وتحت فوق وتحت فوق وتحت فبنخليه في الفرن يلا تمام من قال ان الاكل الصحي مو بحلو لا هذه نوع من انواع الاكل الصحي بالضبط فشنو هاي بعد عندنا شيف هني عندنا هني مثلا اشوف السمسم ايوه أيه؟ السمسم شوف المواد الغذائيه اللي موجوده في السمسم ويعني السمسم جدا غني وصحي حق الجسم وعندنا الصويا صوص وعندنا شو يسمونه السويت اند هوت اللي هو الحار والحلو أيوة. ايوه الفلفل فهذه كلها تكون مصاحبه أوكي. لان الاكل الياباني بنلاقي ان احنا ما نضيف فيه اي نوع من انواع الملح اي ولا بهارات اصلا ولا يعني ابدا دخل بسيط دخل عليهم ليتلي الفلفل أيوة. الاسود والفلفل أيوة. الاحمر المجروش ايوه يعني دخل متاخر على المطبخ الياباني او المطبخ حتى الصيني ترى بشكل عام فدخل عليهم متاخر ودي طبعا شيء جميل يعني انه مو بشرط انا في نظري كل ما كانت المكونات فريش وصحية كل ما إحنا لازم نبرز طعمها أيوة. ما نغطيه بالبهارات إيه صح الزايدة تكون زايدة وخلاص ما تحسن في طعم يختفي الطعم إيه الطبق نفسه يختفي طعمه الحين إن شاء الله هذه الطبق راح يعجبك يلا إن شاء الله إن شاء الله من يدك إن شاء الله وش رأيك في اللي خبصونه الحين في تيك توك والانستغرام تشوفين يحطون مواد كلش متناقضه ويا بعض يعني مكونات كلش يعني بس ما ادري يحطون جبن على مشروبات غازيه على هاي الامور ايش رايك في هالموضوع؟ بالضبط اي والله يعني للامانه يؤلمني ان اشوفها يعني إيه؟ يؤلمني احس انه يعني اقول يعني هاي الشخص اللي نزلها ما عوره قلبه وهو يسوي أيه. هذه الطبخة يعني ويحس إن في يمكن صغار يأكلونها يمكن كبار يأكلونها يمكن يعني هو يعني مش مسألة بس إني أغطي كل الطعم بالحلاوة يعني مثلاً شيف مثلاً كيكة الأناناس لو نقطع الأناناس ونحطه مع الكيك شكيت بيكون طعمه حلو الكاستر الطبيعي الكاستر بدل الباودر اذا نسوي البيض من الاساس من أيه. الاساس نسوي البيض ونحط وياه السكر ونخلطه والفانيلا بتاكلين شيء صحي ومغذي مع بعد صار خاطرنا شويه كريمه قفشتين صح. بالكثير يعني بالضبط يعني ولا انه مو كيلو حطونه مو كيلو بالضبط فهذه يعني يألمني ان انا اشوف انه يعني نبتعد كثير عن المكونات الصحية والفواكه والخضروات الصحية ونبدأ يا نروح للأشياء المعلبة أو صح. الأشياء المصنعة أو يعني ليش ترى هاي شيء سهل هذه شيء سهل بس فوائده ما شاء الله كثيره فوائده كثيره صح كثيره يعني من كذا احنا شف محظوظين انك موجوده على اساس توعين الناس بهاي الامور انه لا يقعدون يخبصون في هالاشياء عندكم اشياء بسيطه تقدرون تكونون منها يعني شيء يعني انا بقول شيء واحد يعني الشيف اللي بينزل هذه الطبخات اللي مليانه كريمه مليانه ملح مليانه سكر يعني شوي خاف الله في الناس اي فعلا ضمير شوي يشتغل شغل شوي الضمير على ما احنا ننتظر ان شاء الله طبقنا يجهز في الفرن خلونا نروح الحين الى قديم الزمان والبحرين معروفه بصناعاتها الشعبيه والدوائيه مثل ماي اللقاح وماي الورد وماي المرقدوش وغيرها
ومصنع الجسر معروف بتعزيز إحياء هالصناعات في مملكة البحرين. نتابع من داخل المصنع شلون خط إنتاج ماي الورد المعد خصيصاً للشرب. طبعا من هالمكان راح نتعرف على الشيف أنيسة. طبعا بنوجه لك اسئله حلوه وبسيطه كذي في فقره كرسي الاحتراف، نبيك تعترفين لنا. حاضرين. بعفويتك كذي الجميله نبيك تردين على هالاسئله. ولا يهمك. انزين شيف، لو لون حياتك مثل لون لبسك، اي لون راح تلبسين؟ اعتقد افضل لون مناسب شخصيتي بيكون اللون الابيض، لان احس اللون الابيض يمشي مع كل شيء، وفي نفس الوقت يعني خفيف على الروح. اعتقد حلو. الابيض. ابيض. واصعب موقف تعرضتي له في مجال عملك كشف؟ المواقف الصعبه للامانه يعني كثيره، مو مثل الناس ما تتخيل. انه يعني العمل سهل، ومثلا الا دقيقتين الا دقيقه مثل ما تشوفون في الفيديو. يمكن انت اخبر في هالامور. صح. يعني وكذلك الجنود المجهول اللي عندنا هنا في الاستوديو هم يعرفون ايش قد صعب يعني الانتاج والاخراج وهيك. بس يعني المواقف الطريفه للامانه اللي صادتني مره، ان انا كنت اشتغل تحت واحد من الشيفات الكبار، يعني الماستر شيف، اللي مو بس ماستر شيف، هو مثل احنا ما تقولين الفاوندر، يعني اللي مؤسس شركه كبيره جدا في المانيا اسمها زنداي، يعني هاي شركه كبيره جدا. وهو كنت يعني صعب انه يقبل اي حد يساعده، بس انا قلت يعني قالوا لي يلا انت يعني ماستر شيف وهيك يعني بتكوني مساعده عنده. فقبلت قلت اوكي، والكل قال لي لا تروحين معه. المهم انا كان تحدي عندي، انا اقبل دائما اتحدى. فصرت شلون؟ صرت يعني اطالعه وقال لي بس طالعين انا شلون اسوي الشغل؟ وبعدين سوي نفس اللي انا اسوي بالضبط. فقلت له انا اوكي. اللي صار شنو؟ انه هو دقيق جدا، يحط الاشياء مثلا السكينه في محل معين. انا قاعده اطالع واحفظ هو شنو قاعد يسوي. بالغلط انا بالغصب اقول له يعني خل اخذ بليز ليت مي هيلب يو. بديت انه ازين اول كيك، بعدين بديت اخبز، بعدين بديت شوي شوي عشان يعني ان اكون يعني يعني كوشف يعني حقيقي مثل ما تقول، يعني اخذ عملي اللي المفروض اسويه. فقال لي اوكي، وهو استراح لي. وبعدين مره كان عنده ناس وراح عندهم، وقمت انا بالغلط السكين غالبا هو الحد مال السكين يحطه يعني بالاتجاه الاخر، عشان هو لما يمسك حتى بالخطا ما تنقص يده. صح. تعرفين يعني السكاكين تكون وايد حاده يعني فعلا. حاده بشده. فتعرضتي لضغط من هالشكل. انا نسيت، انا حطيت السكين بالما مشاهده يعني الخارج، حطيتها مشاهده الداخل. والناس يعني في الهوريكا في معرض السياحه والسفر اعداد كبيره توقف تطالع الشيف وهو ينفذ العمل يعني، وهذا اصعب انواع الاداء يعني. صح. انا قدام ناس لازم ما تغلطين ولا شيء. الحمد لله انا ما غلطت،
لكن حطيت السكين بدل ما موجهه على الخارج على الداخل. فهو جاء قدام الناس كلهم قاعد طالعني يعني بشده بنظره شديده يقول لي يعني هل هذه الطريقه اللي انا علمتك تسوينها؟ هل هذه الطريقه اللي انا وانا اطالع انا اقول يا ربي هذه يعني فيعني فعلا هاي النوع من الشخص يعني قدام الناس كان احراج انه لانه هو اجى وقف سكت صمت فالكل كان يطالع كل الناس كانت تطالع وانا اطالع وانا اقول يقول لي انا قلت له السكين تنحط بهاي الطريقه هالنوع من الشف صعب التعامل معه صعب جدا جدا وانا اقول له وانا اطالع انا اقول يا ربي هاي نفس المكان يعني ما كان يخطر على بالي ان الاتجاه خطا كان الاتجاه خطا هاي كان من اصعب المواقف لانه قدام الناس يعني زين شو خبري لنا كم مره تروحين السوق؟ والله يعني للامانه يعتمد يعني أنا غالباً منظمة جداً غالباً يعني بس ساعات يجيك شغل في الوسط يعني في وسط الأسبوع يعني غالباً أفضل أن أروح مرة واحدة في الأسبوع بس ساعات يعطونا مثلاً أشغال تضطر أن تروحين السوق مثلاً هاي قاصر دي قاصر تضطر مثلاً مرتين يعتمد مرتين ثلاث يعتمد شنو الشيء اللي خليك تعصبين؟ أعصب؟ إي مو أعصب لأن الصراحة الحمد لله تعديت هاي المرحلة ما عدت أعصب بسهولة يعني ما يعني نادرا إذا أعصب ولكن في شيء يعني يزعجني جدا وبشدة إذا أحس أن الآخرين يعني ما يحترمون الوقت جدا يزعجني لأن الوقت هو الحياة صح يعني هذه حياتي وحياتك وحياته يعني أنا حين في منصب عندي مركز أنت جاي كمراجع مثلاً مثالاً أنت بعد عندك حياتك عندك أولادك تجيب من المدرسة توديهم المستشفى عندك هذه حياتك هذا الوقت اللي أنت استقطعته عشان تجي تكمل معاملتك معاي تكملها معاي لازم أنا أحترم دي الشيء صح والوقت ثمين الوقت ثمين حياتنا يعني في صح. ما في أغلى من حياة الإنسان بالضبط. أنا في تصوري فاللي ما يحترم الوقت والله هو يقول يعني يجي يقول أوه معلش سامحني لأن أنا يعني كان عندي شغل ضروري طب يعني كل الناس كل عندها الناس شغل عندها. ضروري يعني أو مثلا تروحين لمراجع لشخص مسؤول بدل ما يعطيك الاهتمام الكامل تشوفين أنه هو مشغول في التليفون يضيع الوقت اي حتى كلمه يعني هاي اللي عصب الشيف انيسه اعتذر منك او يعني ما اقدر اسكت يعني هاي المواقف اللي لازم بتكلم فيها بقول لي ترى انا صار لي 15 دقيقه انتظرها انزين شوف الناس شنو تقول عنك؟ هل انت شخصيه ايجابيه او سلبيه؟ والله شوف ورده اعتقد ان هذا السؤال لازم نساله متابعيني فعلا انزين شوف انيسه قول لي انت في شنو شاطره بعد في غير الطبخ؟ هل عندك هوايات ثانيه؟ هوايات عندي كثير انا شخصيا كثير 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 احب اقرا كثير احب الصيد فيشنج استمتع في الصيد جدا وشاطرة فيه وهل أنت من النوع اللي تتحكمين في مشاعرك ولا تبوحين فيها بسرعة؟ لا بعد الحياة الحين علمتنا أن إحنا نتحكم وبشدة بعد يعني لا أتحكم الحمد لله الحمد لله وإعلان سويتي وندمت عليه؟ شف وردة إذا تعرفين أنا شديده في هالجانب وما اخذ كثير اخذ كلش قليل يعني ما احب انه لانه ياخذ مني وقت كثير اشيك يعني اتفحص الشيء قبل وعقب واتاكد منه بس اعرف انه صار الى بعض الشفات انه مثلا يعني يجيبون لك البضاعه للبيت تعلن عنها مثلا خلينا نقول مثالا يعني هو مو بهذه بس مثالا انه شاورما بشكل معين او بوكس مثلا بشكل معين انت تشوفه وتتكلم عنه وهو يعجبك انت ما بتنزل اعلان الا هو بالفعل عاجبك صح تتفاجأ ان متابعينك شو يقولون لك
احنا رحنا في نفس الليله شوفي شكل البوكس اللي استلمناه، يصورون لك ويطرشون لك، لان احنا يعني على التواصل دائم مع متابعينا. ويثقون فيك طبعا. ويثقون فيك. فيعني لما يجي يقول لي مثلا شوفي شكله. انحرج. صح فعلا. لان هذا مستحيل كان يخطر في بالي ان هذه يعني البائع راح يسويه بهذه الطريقه يعني. فبس هاي يكون خارج عن اطار صح. عن الاراده يعني. شنو اغنيتك المفضلة؟ اغنيتي طرب. شوف وردة ضربتي على وتر حساس. اغنيتي المفضلة لعبد الحليم حافظ انا لك على طول خليك ليا. هذه يعني اول ما انخطبنا انا وابو خالد كان دائما غنيها لي. زين شف طبخه تسوينها بس ما تحبين تاكلينها. شف ورده انت تعرفيني انا ما شاء الله على قولتهم يعني اللين واليابس انا خلاص اطحن ما عندي واحدة ثنتين. للامانه انا احب كل نعيم الله الحمد لله ما عندي اي اعتراض ولا على اي شيء. لحم سمك كل شيء لا ما عندي. شنو نوع الفوبيا اللي عندك شاف؟ الفوبيا الخوف الشديد يعني. اي والله اعتقد ان انا قلبي قوي الحمد لله وايد زين. اعتقد قلبي قوي بس يمكن الشيء الوحيد يعني القلق على الاولاد. لاولاد الله يخليهم يعني لك ان شاء الله يخلي لك يا رب. شنو لون اول سياره لك؟ ذكريات جميلة. أتذكر لأن كانت يعني كنت أحلم فيها. طبعا هي كانت تويوتا سيليكا كحلية وفيها خط أحمر وسبورت. زين. وشو الشيء اللي دائما يشغل بالك على طول؟ الأولاد وحياتهم دراستهم ومستقبلهم. ويعني وساعات شويه بعد شويه حق ابو خالد شويه. زين شنو أسوأ تعليق كتبوه لك اياه على الانستغرام؟ أسوأ تعليق كتبوا لي على الانستغرام للامانه حتى ولا اقدر اتذكر يعني للامانه. صدق يعني ايجابيه الشف. البدايات كنت شوية يعني أقعد مع الأولاد ماما شوف إيش كتبه وماما بس يعني أعتقد إني أنا بدأت أؤمن في شيء يعني هذا أنا هذه شخصيتي. كل إنسان مثل البازل اللي يرسم صورة معينة خلينا نقول نهار وبيوت وشجر. لما يجي واحد يقول لي والله شيف يعني شيلي هاي المنزل حط شيلي من مني حطي مني شيلي هذه من مني حطي مني أو صورتي كإنسان شيلي هاي العين حطيها تحت شيلي الفم والأنف حطي مني تصير صورة مشوهة. بالضبط. فبدأت أؤمن أن لازم ما أغير لأن هذا أنا. بالضبط. الناس لازم يتقبلونك على اللي أنا ما أنا عليه. بالضبط. حلو حلو. طبعا نعترف احنا البنات نعشق الورق عنب بكل اشكاله وبعد هبه فتت الورق عنب صارت معشوقه الجماهير. تقرير نحبه بياخذنا المكان يعتبر اول فتت ورق عنب طلعت من عندهم. خلونا نتابع. We'll be right back.
ورجعنا لطبختنا. جهز شف وشوف الريحة. الريحة الريحة من الريحة الواحد يعرف. خلينا 20 دقيقة على اساس ان ورق النور يكون شو اسمه كريسبي ومقرمش. كريسبي والسالمون مستوي كامل. والحين كل اللي راح نسويه راح نحط عليه شوية مايونيز. اوكي اوكي. هاي طبعا كلها اشياء اختيارية. طبعا. اوكي. هذه اضافات. يعني هاي نفس خلطة اللي هو ترى شف المايونيز المنزلي جدا سهل الواحد يسويه. ما يبي له شيء، ونضيف عليه شوية فلفل علشان يعطيه طعم حلو. الحين كل اللي بسويه اقدر انه انا اشيله الحين. اوكي. اوكي. نقدر نخليه في طبق التقديم؟ اي احنا لان نشيله وهو حار على اساس انه نمتلك الوقت يعني. ياي الله شكله كذي مرتب صدق وايد اسهل من انتي. اي لان في ناس تسوينها روله وتقطعينها. في ناس كثير تشوفونها صعب ان هم يعني يلفونه. عرفت شلون شو؟ هذاك يبي له تكنيك بعد. يبي له تكنيك صحيح. هذه وايد اسهل. ايوه هوبا. الله يا سلام الريحة. أعتقد أحتاج أصغر لأن هذه كبيرة فما قادرين نتحكم فيها صح. أيوة كذي وايد أسهل صحيح. أكو مقرمش بعد صار. هم مقرمش واللي ما يحب السمك إذا مو مستوي هاي ترى مستوي. أي بالضبط. أهم شيء إنه مطبوخ. أي أهم شيء إنه مطبوخ. أي يقدرون يستبدلون شيف بعد مع مثلا اللي هو غير السمك عندنا الربيان. الربيان اي صح بعد الربيان نفس الشيء لانه ما ياخذ له وقت اعتقد في كطبخ يعني كطبخ في الفرن. بالضبط. اوكي نشيل كذي تمام. والحين اللي بنسويه راح نحط عليه شويه افوكادو. أوكي. طبعا عشان نزيد القيمه الغذائيه الافوكادو رائع حق ضغط الدم رائع. نستفيد من هالمعلومات الصحيه من شيف انيسه اليوم. مثل ما قلنا هاي يعني طبعا هذه كلها اضافات اختياريه. اختياريه للي يحب. أنا بترس أفوكادو لأن أحب الأفوكادو. أفوكادو وأعرف إنه وايد مفيد وصحي. حلو. ومن بعد ما نحط الأفوكادو راح نحط عليه بس شوية سمسم. ترى هذه كلها إضافات اختيارية. أوكي. على أساس إنه نزيد المواد الغذائية الصحية اللي موجودة فيه. ممكن نضيف البصل الأخضر. أوكي. أوكي. كشكل بعد تعرفين. أحس روحي الحين وأنا في مطعم. ما شاء الله لو شف دقيقة. والحين مثل ما قلنا نحط احنا اخترنا نوعين من السمسم الأسود مع الأبيض العادي بالرغم من القيمة الغذائية لهم اثنينهم نفس الشيء نفس بعض. اوكي فما في فرق يعني. ما في فرق. هل هو بس مجرد لون يعني بس اختلاف لون؟ ما في أي فرق من بينهم كماد كغذاء يعني ما في فرق من بينهم. ونقدر شوية نشيل هذا اللي أنا حطيته زيادة. أيوة هاي الزيادة حقك. ما عندي مانع أكله. فعلا. اوكي كذي كمل طبقنا السريع واللذيذ ان شاء الله. يلا شو رايك نروح سفرتنا ونجرب هالطبق اللي شكله عجيب. طبعا السوشي ما ناكله بشوكه شيف. لا صح. و...
والله احنا نقدر يعني نسوي استثناءات. بالضبط، يعني اللي ما يعرف يستخدم هاي اللي هو الاعواد يستخدم شو اسمه، تفضل تشوب ستيك. ايوه يقدر يستخدم هذه. والله شوفي يعني سفرتنا اطباق عشان تكون مميزه ولذيذه لازم نسويها بحب، واليوم ما شاء الله انت يعني طلعت كل الحب اللي عندك حبيبتي. يلا شو رايك نجرب الطبق عاد هاي؟ يعني تعرفين ورده يعني انا محكمه، احكم حق الشيفات اللي يطبخون. فاللي يصير ساعات ان كل شيء في الطبخه مضبوط صح، ولكن الشيف اللي قاعد يسوي الطبخه متوتر. تحسين الاكله فيها شيء مستوي كلش صح وشيء معتفس، مثلا يعني مسوي البصل بيرفكت يعني الدانتي الى يعني الصح الصح مثل احنا ما نقول، ومثلا الرز معصي من داخل بالرغم انه هو كطعام كخلط ككل شيء. ليش؟ لانه هو كان يعني في داخله متنرفز متوتر متضايق ياثر. فعشان كذي تشوفين حتى امهاتنا كانوا يقولون والله انا اليوم ما حاب اني اطبخ، الله يعينكم ايش بتطلع الطبخه. لان صدق بالرغم انهم طول حياتهم يطبخون صح، ولكن يصير ايش؟ يصير انه ما تضبط، لان الواحد اللي في داخله ينعكس دائما ينعكس. احنا مثل ما نقول انه بعد هو نفس نفس. يعني بالضبط. انا كنت دائما اتكلم على موضوع المزاج بالنسبه حق الطبخ، هل ياثر فعلا على الشيف؟ ياثر بشكل كبير. فاقول لهم كبير فعلا جدا. يعني لما يكون واحد متضايق، لما يكون فرحان، دائما ياثر على الطبق. سبحان الله لما تسوين انت الطبق يعني بمزاج، يعني نفس الطبق بمزاج غير يطلع كلش شيء غير. يعني طبق لذيذ انا جربته صراحه ما شاء الله، يعني كميه راهيه. حبيت شو اسمه السبايسي اللي حطيتيه، هاي الفلفل ويا المايونيز وذي، يعني لذيذ جدا. الحمد لله يعني الحمد لله حظ اليوم اني كلت سوشي من عندك. الحمد لله. وشفتي بالرغم انه شيء صحي يعني هاي صحي بس لذيذ صح؟ وايد وايد لذيذ، يعني وايد لذيذ. فانصحكم ان انتم صراحه تطبقون. طبعا اليوم احنا شف بنتكلم عن كورسات تدريب الطبخ. أكيد. البعض طبعا يقول ان الطبخ دائما يكون بالفطره ما يحتاج الى تدريب. ايش قد يغير لما الواحد يكون دارس او متعلم فنون الطبخ برايك؟ للأمانة لا يمكن أني أقارن من بين إنسان درس ويعني وأخذ الدبلومة أو الهاي دبلومة في دراسته يعني، وشخص كشف. أنا أتكلم كشف لأن الطعام يعني عالم الطعام عالم كبير. في ناس تخصصون مثلا تغذية، في ناس تخصصون يعني مثلا اللي تخصص تغذية هو يتفوق عني في أشياء كثيرة، إن هو يعني هاي مجاله مثلا وين البروتينات وين موجود الحديد وين موجود في أي الأغذية وأشياء كثيرة، هذا مو بمجالي. لكن أنا مجالي أن شلون أطبخه بحيث أن مثلا ما أخسر هاي الفيتامينز اللي موجودة فيه، ما أخسر هذه المعادن اللي موجودة فيه. هاي الفرق من بيني ومن بينهم. والشخص الدارس غير عن شخص المدارس، ما في مقارنة لا يمكن. يعني الشخص الدارس وفي خطأ كبير أستاذة وردة، إنه يقولون لك مثلاً إن الشيف هو الشخص اللي يطبخ أكل لذيذ، يعني المفهوم العام. للأمانة أبداً ما له علاقة، لأن الشيف هو الإنسان اللي يطبخ حلو ويدير المطبخ صح. هو مو بس في المطبخ، مو طبخ، هو إدارة المطبخ. إدارة المطبخ صح. وأهم شيء في الإدارة السيفتي سكيورتي، الامن والسلامه في داخل المطبخ. هذه اول شيء في المطبخ يعني صح. اذا اول شيء تتعلمينه 6 شهور يمكن تقضينها بس تتعلمين سيفتي سكيورتي، بعدين تبدأين تدخلين على كيف اداره الماليه، الاداره يعني اكثر من شيء. بعدين بالطبخ تدخلين مطابخ عده، يعني مطابخ العالم بشكل عام، يعني مثلا المطابخ الهنديه، المطابخ اليابانيه، المطابخ الشرق اوسطيه، المطبخ الفرنسي، الفرنسي الحاله. اي طبعا هذه عالم كبير. عالم كبير. وهم بعد يعني عندهم اعتزاز شديد بالطبخ الفرنسي.
وتبدا انت تخصصين كل واحد تقريبا تبقين فيه يعني شهر تقريبا، كل واحد تاخذين فيه شهر يعني تخصصين بس في هذه الطبخات وتشوفين الاشياء المميزه في كل مطبخ من هالمطابخ. والاهم من ذلك طوال ما انت قاعده تدرسين تشوفين مثلا الانستراكتور الاداريين في الثياتر في المكان في المطبخ اللي تتعلمين فيه الطبخ، وانت مثلا تطبخين، مثلا احنا نطبخ الدجاج، يوم اللي تسوين الدجاج يجيبون لك بوكس اسود في داخل هذا البوكس ليت ازرق، وانت تكونين اوريدي لازم تغسلين يدك 4-5 مرات في اليوم. كل مره تجين جهه الدجاج او جهه البروتين بشكل عام يجون يفحصون يدك، انت غسلتيها صح ولا ما غسلتيها صح؟ فيعني مهم جدا عندهم، مهم جدا جدا. فيعني يصير عندك تكتسبين عادات صحيه وعادات يعني نظافه يعني تصرين عليها طوال الوقت. فيعني هذا جانب، والجانب الثاني اللي كثير بعد ما يعرفونه ان احنا ندرس كثير من الكيميكالز، يعني مثلا حبه الرز شنو تتكون، شنو الطبقه الخارجيه الطبقه الداخليه، وين موجود الستارتش يعني فيها يعني صح. وين موجود النشا مثلا القمح هم كذلك، وين من جزئين، الجزء الرئيسي مثلا اللي موجود فيه يعني كله والعسل، العسل مثلا ليش مثلا يتكرمل، ليش مثلا يصير يتشكر اللي احنا نقوله. وفي فهم خاطئ عند الناس كثير انه يقول لك مثلا العسل الطبيعي لازم ما يتسكر، مو صحيح. لان هو في البولن اللي هو حبوب اللقاح، حبوب اللقاح هي لما تكون موجوده، العسل متكون من مادتين، من نوعين من السكر، الجليكوز والفركتوز. الفركتوز ما يتكتل، ولكن الجليكوز مع حبوب اللقاح على طول يتكتل. أيوة. ودرجات الحراره لها دور. يعني انا باختصار ابي اقول ان انت تدرسين كيميائيه الغذاء. يعني انا دائما اقول ان الطبخ هو كيمياء، هو رياضيات، هو احياء. فالواحد لما يتعلمها فعلا بيعرف شلون يقدر يكون طبق حلو يعني. بالضبط. وبالطريقه الصح طبعا، بدل ما احنا نخلط اشياء ما لها علاقه مع بعض مثل ما احنا تكلمنا. يكون في توازن في النكهات. صح، ضروري جدا توازن في النكهات. شيف أنيسة، شو تقولين عن كورسات الطبخ الاونلاين؟ هل تعطي نفس النتيجه لما انت تحضرين كورس فعلي؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لان في اشياء كثيره تحتاج يعني مشاهده مباشره. راح اجيب لك مثال بسيط. يعني انا لما اسوي كورس الخميره الطبيعيه دائما اصر على الاقل اليومين الاوليين اقل شيء انه لازم التلاميذ يكونوا موجودين معي في نفس الصاله في نفس الثياتر. ليش؟ لان الخميره الطبيعيه وهي تتكون وتنمو تحتاج واحد يطالعها بالنظر، لازم اشوفها واشوف مثلا الفقاعات كبيره صغيره، هل هي موصله للسطح، هل هي في الوسط. والريحه لها دور جدا كبير يعني لازم بعد اشوفها. الملمس جدا كبير. الطعام حياه، يعني كل الحواس تشارك فيه، كل الحواس. فعلشان كذي انا اقول لا، ما يمكن. صعبه صدق فعلا يعني. حتى لو مثلا خلينا نقول الطالب مثلا سوى خطا، خلينا نقول او شيء، يقدر المعلم انه هو يصححها في نفس الوقت. صحيح. اما احس يمكن الاونلاين شوي صعبه يعني التفاعل مع اكثر من تلميذ. هو مو بس كتفاعل ممكن مثلا حتى لو يسوون ريكورد ويطرشونه، بس مثل ما قلت النظر ضروري، الملمس ضروري. أيه. ضروري جدا يعني. شلون مثلا بنقدر نحكم؟ حتى ساعات يمكن تلاحظين استاذه ورده لما نقول لهم مثلا حطوا قربوا على الصوره او كذي، بعد ما يكون واضح. اي يعني مو نفس مثل ما قلت لك النتيجه فعلا. اي صحيح بالفعل. طبعا الحين يعني اغلب الناس الحين يتعلمون الوصفات من الانستغرام، خلينا نقول الاونلاين. شنو اللي تحذرين منه الناس مثلا لما هم يطبقون هالنوع من الوصفات؟ الانستغرام
والتيك توك والاشياء هذه اللي يعني في وسائل التواصل هذه للاسف الشديد ما تعطي الطبخ حقه. يعني دائما تعطي شيئين، تعطي انطباع ان هي ما اخذت دقيقه واستوت، وهذا غير صحيح. يعني ودائما لان احنا دائما نبي نعطي الاخرين انطباع بالراحه، لان مثل ما قلتي يعني المطبخ فيه الكثير من الحب، المطبخ فيه الكثير من الحياه، فاحنا نسوي الطبخه في دقيقه بس هي ما اخذت دقيقه، هي على الاقل اخذت اقل شيء يعني 45 دقيقه اقل شيء، يعني الاستعداد والتجهيز والتدريب، واحنا بعد لازم يعني نتدرب نسويها قبل على اساس ان لما يصير التصوير ما تصير يعني على طول انه اول مره فعلا فيصير صعب. هذه اولا ان الواحد يفكر يقول وايد سهله وبعدين يروح يطبقها يا وايد صعبه ايش صار انا ما اعرف، تقل ثقته في نفسه. مش صحيح، انت حالك حال الشيف اللي سواها، ولكن الشيف عنده اخراج وعنده تصوير وعنده ناس عدلوا له الوضع كامل. اي صح، هذه اولا. الشيء الثاني انا اقول يعني الطبخات الحين ما فيها تفاصيل، يعني في اشياء وايد ما فيها تفاصيل تكون ناقصه. دائما احس انهم يخشون لك لازم شغله صحيح ما يحطوا لك الوصفه كلها طبعا بعضهم وليس الكل يعني صحيح 100% 100% اتفق معك انه مثلا يعني طب وهذا شلون استوى ودي شلون استوى يعني بهاي الطريقه. لا انا دائما اقول اي شخص للرغبة إن هو يتعلم طبخ لازم يحضر كورسات، لازم أو يطالع مثلاً الفيديوز عساس ويقعد يشيك أكثر من مرة عساس تضبط عنده. يعني بالنسبة لي أنا يا يقرأ كتب صح، وأنا أفضل الأجنبية كثير يعني لأن فيها تفاصيل أكثر دائماً وفيها حقائق. يعني ساعات ما أعرف ليش بعض الشيفات يخشون ما يعني صدق ما له داعي، انت يعني لك عليك التزام كموجه يعني بعضهم، ما انا ما اقول للكل اقول للبعض يعني. فانا شخصيا ما زلت اصر ان لازم اللي يبي يتجه كيعني عمل كمهنه لازم يحضر كورسات لازم فعلا. وبرايك شيف لما الواحد يبتكر وصفه جديده ايش قد تتطلب جهد واتقان؟ لما نحن تكلمنا احنا عن هالوصفات والله ضربتي على وتر حساس جميل لكنه جميل والله. ساعات يعني وانت قاعد مثلا تشوف شيء قدامك يعني سناب يعني فجأة تجيك الفكرة وتروح على طول تسجلها وتبي تقوم ثاني يوم علشان بس تطبقها، يعني ما تاخذ. بس في بعض الوصفات يعني انا اجيب لك مثال حاليا يعني هالايام انا قاعده احاول اسوي تطبيق الى الجلوتين فري بريد، الخبز الجلوتين فري السلايس بريد اللي احنا نقطعه. أيوة. اوكي تصوري يعني استاذه ورده وصلت الى رقم 35 وانا للحين ما اجدته. 35 تطبيق ما اجد 35 تطبيق، ازيد شوي اقصر شوي اغير ماده احط ماده ثانيه، يعني من جد ما هو سهل. ما صدق فعلا تصيدين اللي هو الوصفه الصح. انا لا يمكن انشرها، لا يمكن انشرها اذا انا مو متاكده 100% ان هي صح. احلى شيء فيك مصداقيتك صراحه. تسلمين حبيبتي تسلمين. وبالنسبه لك شنو الدوره انت اللي دخلتيها وكانت نقطه تحول لك؟ الدوره الرئيسيه في فترة أنا دخلت كنت تحت واحد من الشيفات الماستر شيف الرئيسيين الكبار، كان لشركة شركة كبيرة، وبعدين هو رشحني قال لي أنت عندك حصة تذوق جدا كبيرة، تذوق كبير يعني عندك، أنا برشحش تدخلين دورة في ماليزيا. أوكي روحي دي الدورة يعني شوفي أنت وين يعني مستقبلك يوديش. صراحة كانت نقطة تحول رئيسية، رشحني عشان الدورة رحتها واكتشفت ان انا
عندي يعني قدرة كبيرة على التذوق، أكثر يعني مهم جدا في عالم المطبخ. فكنت سعيدة جدا فيها، يعني الدورة كانت فتحت عيني لأشياء كثيرة كثيرة، وغيرت اتجاهاتي ونظرتي للطبخ وللمطبخ. هاي اللي كانت يعني دورة في إندونيسيا، كانت مختلفة تماما يعني. وطبعا من كورسات تدريب المحترفين خلونا نتعلم شلون ننسق التشيز بلاتر لطلعاتنا ولمتنا على الريوق مع بعض. رايك في موضوع التشيز بلاتر شيف؟ تشيز بلاتر هاي هبه حنطلعت عندنا تشيز بلاتر، من جد تعجبني كثير. لان فيها الكثير من الفواكه، فيها الكثير من النتس المكسرات، وفيها يعني يحطون فيها عنب، يحطون فيها تين، يحطون فيها مكسرات الجوز. حلو التنوع اللي فيه، تعجبني كثير فعلا. شكرا لك شيف أنيسة، جدا استمتعت معك، كانت حلقة حلوة وخفيفة حبيبتي، والأحلى منه الطبق صراحة، طبق السوشي. صحة وبعافية. الله يسلمك. الله يسلمك، وإن شاء الله نشوفك في المرات القادمة إن شاء الله. النجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويداك في جيبك، لذلك لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. وصلنا معكم لختام حلقتنا، نشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.